في حد ذمك لا يكون هذا وليد ايوه مبروك السيارة مبروك ما شاء الله ما شاء الله انت عشان شي غايب اليوم الماضي شو مفكر كان مجهز بقى تشتري سيارات وسياكل هاي حنطلع فيها كل طيب لا 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 نطلع مرة ورا طبعا انا خايف شوي بطل ما تحاول خفيف ادعس ابطلال طب تجرب انزل بالله عليك اذا ما عليك اسف يلا يلا اعطيني شو بتدعس اصلا شو تمشي هاي سيك حط رجليك هون بدك لا لا بس تمشي بس الله يستر يا جماعه عصبي اول مره احس سيكل بحياته انا لي شويه تجربه حاسس انه لسه واقف هاي هناك بابا اذا ما حطيتها صوت بالحياه اوكي يلا بس يلا 1 2 3 عصبي شوي بيطلع بسرعه هذا عصبي بريك صاص مطب مطب اسمع انا راح اضحك فيها هيك احسن السلام عليكم كيف حالكم شو اخباركم ورجعنا لكم فيديو جديد وفلوق جديد ورجعت انا بعد انقطاع يا جماعه بصراحه سامحوني الحق مو علي اخر فيديو نزل ولا تعليق على الصومي ولا تعليق كله عن وليد انا بدي اقول انا يا جماعه بشكركم كثير على التعليقات في الفيديو الماضي انا راح اترك القناه وانا اسف كمل لحالك سلام عليكم تعال وانا اسف والله اني انقطعت شد عليك تعال لا خلص ما بدي تعال خلص المهم يا جماعه بصراحة شوف هيك احنا اوضح هيك احسن صح اوكي بصراحة يا جماعة يعني الفترة الماضية جد كثير انشغالات المهم ما علينا بس المهم يا جماعة المهم اني رجعت بس الرجعة قوية لانه اليوم يا جماعة حيكون فيديو كثير حلو انا ووليد وجنا هلا طالعين نعم. على المول نجيب لماما هدية ليش رايحين نجيب الهدايا لانه اليوم اليوم اخر الليل بعد الساعة 12 يوم ميلاد ماما ماما اليوم حيكون يوم ميلادها فتاريخ 14/10 تمام فقررنا نعملها هيك حفله بسيطه بالضبط ونروح نجيب لها هدايا فاليوم رايحين هلا انا وصومي وجنى وجنى رايحين نجيب اغراض المفروض الماما المفروض انه ماما ما بتعرف وطبعا حكينا مع بابا رتبنا انه قبل ما نوصل بشوي تحكي لماما انه هيك تجهز وهيك على اساس انه في ضيوف جايين وهيك فانه المفروض انه كل شيء المفروض كل شيء مرتب المهم فهلا بدنا نروح على المول نجيب اول شيء الهدايا عشان نقدر نعمل الحفله جاهزين يلا بس قبل لا نبلش لا تنسوا تعملوا لنا لايك شوفوا القناه قربنا نوصل 4-5 مليون قربنا نخلص يعني قربنا نوصل من زمان قربنا مش مشكله يعني قربنا نوصل 5 مليون فاعملوا لنا سبسكرايب ولايك ويلا زين بدي ابين طيب يا جماعة اليوم أو الآن رايحين أول نجيب هدايا لماما أو أول هدية نجيب أنا بدي الماس دايموند فدايما بتجيب لماما إحنا ذهب فاليوم قررنا نجيب لها الماس هيك إيش هيك سبيشل سبيشل إديشن إصدار خاص يلا تفضلوا اختار معاي جنى تعال جنى تعال شو بدك شو بتحسوا له احنا بنجيب لها خاتم واسواره هذا حلو كم مقاسها ماما خواتم 43 ونص تقريبا 18 بدور على شيء اللي هو سمبل صح بدنا شيء سمبل شيء بسيط سبونج بوب وهيك فاهمين كيف كان في واحد عجبني وواحد عجبني وليد هذا وليد انت شاري قبل هيك اشياء زي هيك فالمفروض انك تعرف هذا انا ما مصر على هذا هذا بالمعكر هذا احلى هذا انا عم مبين الخرز اكثر هذا احلى انت مش عارف اشي خليك في حالك استنى شوف ليش خرز صغيره ما بصير صح اخوانا هاي شكل ثاني شوف ما شاء الله والله تشوك غزال والخاتم طيب الخاتم لا خاتم صغير طيب جربي مش مشكلة على الأخرى هذا أيوة أشوف شاطر الله كيف حلو
بس برضه مش إلك يعني، هم حلوة بس مش إلك. بروح هلا ايه؟ بروح هلا من العشيق خلص. تمام. لفينا تقريبا على اربع محلات لفينا، والاخ وليد مش عاجبه، كل مرة بروح على محل لا هاي احلى، هاي احلى، هاي مش حلوة، خلاص اشتري ويمشي يا زلمة. طلع الهدية، هي اسوارة، هي ان شاء الله جبت لها كفر موبايل، مش مشكلة. فكرة انا اللي اخترت كل اشي وانا اللي سويت كل اشي. اوكي اخوان، بنجيب لماما نظارة شمسية. تمام؟ طيب انا بدي. لا اصبر، وشي لماما، وشي لماما. تعال وليد، جانا اعطينا نظارة، فلنفترض انت ماما. تمام؟ وقف هسه. انا ماما. لا لا خليك تشوف وليد. وليد بيشبه ماما لانه. لا ابدا. وليد. تعال امسك. لا تضل، شوف امسك. تعي تعي. شريرة. طب جربي جربي. لا ماما شريرة. بابا اذا كنت تحضر الفلوج، خون بابا كان يجيب زي هاي النظارات زمان. دقيقة لا امسك امسك صوت. حد انت هيك كنت تلبس زمان. هي حلوة بس مش كثير. لا مش حلوة. مش حلوة صح؟ لا مو حلوة. ليش كنت تشتري هيك؟ كانت موضة زمان. جبنا لماما السن جلاسز، وجبنا لها خاتم و خاتم اسواره. ولا بتجيب لها هلا بدنا نجيب لها هديه، بس مش 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 منا. هلا بتشوفوا هناك هذا شو مين. اوكي ولي تفضل اشرح لنا وين رايحين هلا. رايحين نجيب شنطه لماما. هديه من مين هاي؟ من نور. النور هسه. حنقعد اربع ساعات قبل ما يصور وليد، لانه مش وليد اللي حينقي. فايش اللي حيصير هلا؟ احنا ان شاء الله احنا حنروح اقول صور محل كله وليد. فوتو سيشن للشناتي. نشوفك بكره بس. يا رب يا رب نختار، يا رب نختار، يا رب نختار شنطة عشان بدنا نروح خلص بكفي. اوكي اخوان، وليد جاب شنطة كانت هون هي، بس المشكلة اخذوها عشان يغلفوها. انا وليد نقيناها مش بسوي. والله يا وليد ونور وها وجنى كانت هون، بس راحوا اخذوها يغلفوها فحطوها بهدية بباكت. بس وصل على البيت بتشوفوها. طيب يا جماعة، فجأة خلصنا من المول ومن الهدايا، هلا وين نروح جنى؟ نجيب كيكة. نجيب كيكة لماما. شو رأيكم بهاي؟ هاي هاي هاي. طيب اسمع، ما عندهم ميكس؟ شو ميكس؟ يعني نص نص؟ نص. هاي زاكي على الصوب. دوتها؟ دوت والله؟ دوتها يعني؟ لا بس شكلها زاكي. ما عندهم مانجا. صح؟ شوكلا؟ شوكلا. طيب يا جماعة، اللي حيصير هلا انه وليد رح يحكي مع بابا، يحكي لانه خلي مام تجهز، انه خلي مام تجهز على اساس في ضيوف. في ضيف جاي بالضبط. راحت كيفك انتوا بالبيت؟ اول مره بشوف ضيوف بيجوا الساعه 10 عادي. ضيوف جاي اخر الليل. فشو الوضع؟ والله شو وين؟ انا كلمت جاد واياد. والله جاد قلت لهم يجهزوا. اوكي سند صاحي، اهم شيء سند صاحي. هاي باب البيت هون، احنا هون بدنا نطلع الكيكه، نطلع الكيكه. هي السماعه عشان نشغل. بسم الله. طلع هدول. هاي وليد ماسك الكيكه وعصام بيشبك التليفون على السماعه. وين هاي؟ وين ماسكين؟ امسك يا امسك هاي. يلا جاهزين، امسك على السمك انت. يلا جاهزين. جاهزين. اسمع جو امسك الباب، امسك الباب. نفرح فيه ونغني له هابي.
كل عام وانت بخير. انا جاحت مشوارك تبقى كذا يلبس عشان البسي البسي تطلعك مشوار يلا تتقشي بالمطر. دير بالك دير بالك يمك كيف بدي بعمل لنا سربرايز هذول ايه سبسكرايب ماما كبرت قد ايه صار عمرها 4 years 4 years 4 زائد 0 4 زائد 0 ماما انا جبت لك الكيس الازرق هديه ممكن سلمى هون 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 تعال تعال هون تعال هون اول شيء حبيبي انت بخير الله يطول عمرك يا رب ويخليك يا انا المهم هلا تعال وقف خلاص خلاص سيب ستوب ستوب اكل صور خلاص شوف يسلم يديك خلاص خلاص سوي يديك خلاص سوي عند حمله ثانيه على السلامه امسك يدي لا هي كيكه عاديه ولا ايس كريم عاديه ما لي ايس كريم لا يمكن ايس كريم اسمعي هلا بنجو هلا بنجو حلو اكله المهم هاي الهدية منا يا كلياتنا هاي 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 الهدية اقوى يعني هي هاي منك اسمع هاي منا كل هاي من من الدين من الناس كلهم هاي يا حبيبي لحظة شوفي اول شيء افتحيهم افتحيهم شوف شو هدية انا جبت ماما كلها جبنا لماما شوف اسوارة اسوارة خلينا نشوف انا شو ترى يا حبيباتي الله يرضى عليكم لبس لبس ولد لبس اياها لبس اياها لا لا ليتر بعدين بعدين طيب ماشي ما في وكمان لحظة هدوء بس ما حد يحكي ده كتير قوي هاي 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 كيف هاي انا واحده هاي اخو واحده اخو واحده هاي انا كل عالم فاضي من كريك دور قصدي من كريك برضه خاتم الماس خاتم الماس هذا خفيف لا تخلي اليوها اجيب لك اياهم معلم انا وانت بنبيعهم ستقول لك اياهم بيقدروا ضوء هذا اهم شيء الضوء هذا اوكي كده خلص لك الضوء الى الالماس تسلموا ايديكم يا رب هاي كمان هاي هاي اياد اختار راح نجيبها اشوف هاي ايش هاي اختار لا هاي بدها معنى والله انا اللي اقترحت هاي يا دكتور راح نجيبها احنا ما عرفنا شو ستايل نجيبه فجبنا هذا هيك شبابي شوي اذا بدك تبدليها شو شو لا ما بدي بدلها كثير حلو ستايل يعني طب بدي اشوف بالليل كيف تطلع الله رهيبه والله رهيبه اصبري جرب اصبري اوكي هذول الهدايا منا من كل العائله طيب ايه هاي من نور يا حبيبتي من نور نور ما بعثت لعمو خالد شيء انا عيد ميلادي بعد 9 شهور 4 شهور 12 شهر بعد اوكي كيف دير امورتي انا هي يعني هم هديتين من نور من خالته سهام يا رب يكون في منعيش في الموضوع لا لا من من مرته وحماته اشوف ما حاطين عليها باسورد بس معلش لانه حاطين عليها باسورد اوكي ايوه الله احفظ شو الهديه هات اشوف الله باي 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 قلت لك حاطين عليها باسورد اوه جد محفظه ميكس هاي هيك لطيف اشوف اشوف لا لا بابا هاي بس هذا الشيء الوحيد ستايل في كمان هاي في رسومه والله حاجي انا صراحه انا عمني وعلي لا بقول ابو لا جايبها لك انا خلاص وليد اعتبر هاي لا لا ولا الحج شكرا خالتي سهام شكرا نور شكرا نور حبيبه قلبي نور وفي هاي كمان برضه هيك شيء بسيط كمان تحبي هاي الاشياء انت انا ترى بستنى قاعد جانا لحاله هناك وديه زوجها ايه بستنى اي شيء ما هو حاج بتعرف لو كيس فاضي لا مش حتفرر مش حتفرر مش هاي برضو اي ساعتين اقيس لا هذا الي انا لا هاي لماما هيك شيء الله وهذا بتطير زي سوبرمان عن جد عن جد باي 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 وبصراحه يا حاج انا صراحه كنت ناوي احط حالي بكرتونه واجي وهيك وحاسس انه انا هديتكم والله كنا راح نكبك من الله يجزيكم بالخير خذ 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 الشيف خذ خلاص يلا بابا راح يجيب سنة يلا يلا هذا مارشميلو ولا شوكولاتة هاي شوفي مكتوب عليها جاني مؤنم يعني أمي العزيزة حطيناها نسينا خل احطها على اساس انا شفتها يا فجأة طلع زي البيبيات الصغار بعيط والله تعال شوف لا تصير بيبي لا تصير بيبي ما ازدحك يا
يلا كلنا مع بعض. ماما لا كلنا مع بعض كلنا. يلا ماما. ليش؟ مع بعض مع بعض. واحد. حاج امسك. يلا يا بابا. جات امسك. يلا. واحد. يلا حلو. واحد. اثنين. ثلاثة. يلا وليد هلا بده يقطع. طيب يا جماعه هيك بنكون وصلنا على الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم وصلتوا ليه قطعناها بده يكون هالفيديو بعد ما قطعنا لا هلا بنقطع صح هلا بنقطع المهم بابا مش عنده الكيكه فيديو مش فيديو بده كيكه ماما مو بالكيكه المهم يا جماعه وصلنا لنهايه الكيكه الله يلا اسمع انا حدا اسمع مش قدام الكاميرا زي كلها زي ما هي انا اوكي يلا 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 خالد عادي يلا تعال المهم يا جماعة إن شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا معنا كل عام وانتم بألف خير ماما وعقبال المية يا رب لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد لا تنسوا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي رح تلاقوا الرابط تحت بالديسكريبشن ونشوفكم في حلقة ثانية ومع السلامة